وهو قاعد احدهم بيقول لي امه دي عياله، قلت ده امي انا دي عياله. هذه المنصه كان لازم يعني يحصل له حاجه اسمها استطيق الحب، يكتب عليه احمد الجعفري عشان يبوظ له. لا يا حبيبي لا. مين اللي في كلمه فيسبوكيه كده بنقول لك بعد اذا تحدث المتحدث اكثر من ثلث ساعه الواحد يتحسس مسكناته. لكن الدكتوره شيرين العدوي القت محاضره بالغه العمق والقوامه اللغويه يعني، كمان ولكن هذا مرهق ليها جدا كمان في انك تلقي محاضره بالغه الاكاديميه. يعني انا اخبط الدكتور زين المفرز منها بهذه الدراسه العامه، فيما اجتهدت الدكتوره نانسي بما لها من كومينيكيت تواصل اجتماعي يعني قدره على التواصل، ان هي توصل افكارها بطريقه شفاهيه وتلقائيه بالغه الرقه كالعاده، لا تمل ولا تمل صاحبتها الكبيره طبعا. وانا بعتذر ان كانت في اي مرة. لا خالص انا في القصيده لم يشر اليها في صفحه 51 اسمها دم. انا اشتريت انا اشتريت ده ب 22.5 يا دنيا بعد تخفيض عضويه الاتحاد. دمي يتقاطر الليل في دمي فاشعر كاني المساء وقبلة من غيام أجوس الشوارع والعيون. الليل يتكثف ويحتدم كلما أوغلت في الزمن، كلما أوغلت في قلب الأشياء وفي أحلام النيام. أتبخر في الصباح فأعبر الأرض لنصفها الثاني، يطاردني الصباح والجنون والعدم. وأجنحة اليمام كمريض الخلود. الليل لا يغادر دمي وأنا على الحافة، لا يراني أحد ولا أرى أحدا. ويتقاطر الليل في دمي يحلم بالعشاق الحيارى وباللصوص والعاهرات الطيبات والقوادين والسائقين على الطرق وعمال المطابع ودون الملاهي والجنود والخائفين واللقطاء وباعة الجرائد وبائعات الشاي على الطرق الصحراوية وأطباء الطوارئ والممرضات والباحثين عن الذهب والضفادع في مجرى النهر والذئاب والكلاب والورود والسمن وأصحاب المال والعقار والبخلاء والنعام. وأنا الذي يتقاطر الليل في الدم أسرابا من الظلام أسرابا من الحمام. أنا الذي يتقاطر الليل في دمي فيمحو آثاما وآلاما قديمة ويخلق آثار جديدة.